بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال: عشان نشتغل في مجال البيم واكون محل اختيار من الشركات، ايه البرامج والشهادات المطلوبة؟ سؤال جميل جدا، اظن في ناس كتير ممكن تكون سألته. بداية، الشركات بتبقى قررت على سوفت وير معين، فعايزة الناس اللي شغالة في السوفت وير دوت. يعني في بعض المشاريع الموجودة هنا في الوطن العربي بتشتغل مثلا ببرنامج اسمه فيكو، تمام، وهو مطلوب في الشركات دي في المشاريع دي. فتيجي تقول لها: انا عارف ريفت. تقول لك: طيب، ما انا مش شغاله بيه، مش معقول نص الفريق شغال حاجه وانت شغال حاجه تانية، فلازم كلكم تبقوا شغالين نفس السوفت وير. في مثلا بعض المشاريع شغاله بحاجه اسمها ايكو سيم تبع مايكرو ستيشن. فتيجي تقول لها: انا عارف اركيد. تقول لك: انا عم بيه، ما انا مطلوب مني في المشروع ده الحاجه الفلانيه، تمام. فاللي مطلوب هو اللي الشركه عايزاه. في اغلب الشركات بتبقى شغاله ريفت، في كام شركه شغاله اركيكاد، في بعض المشاريع العملاقه الكبيره طالبه ناس في برامج تانية. فانت ما يعني ركز على برنامج واعرفه كويس، ولما تسكنه ممكن تشوف برنامج اخر في مجال اخر. يعني انت مثلا عرفت ازاي تعمل موديلنج، طب ما ادور على حاجه تانية عامل زي البعد الرابع، طب ادور على حاجه تانية ازاي اعمل سستينابيلتي في التخصص بتاعي، تمام. ابدا اشوف انا مثلا معماري، فايه الحاجه اللي هتناسبني كمعماري، انا انشائي، ايه الحاجات اللي هتناسبني كانشائي. مفيش حد بيتعلم معماري وانشائي وكهروميكانيكال، يعني مفيش حد سوبر هيرو يقدر يركز في الحاجات دي كلها. فانت بتتوكل على الله وتعلم الحاجه وتعمل اللي عليك وتحسن الحاجه ديت. يعني زي ما سيدنا علي بن ابي طالب بيقول: كما كل امرئ ما يحسن. فكل ما بتتعلم حاجه وتشتغل بيها وتتقنها وتحسن الاتقان ده، خلاص كده يبقى انت اتقنت الحاجه دي، ودي بقت تزود قيمتك. بالنسبه للشهادات، شهادات بتقول لي ان انت مهتم بالحاجه ديت، بس الانترفيو هو اللي بيوضح. في حاجات كتير في الانترفيو ممكن ما تكونش حاسس بيها. يعني ممكن انت مثلا بتسلم على حد لقيته دي طريه شويه، او بيسلم كده ومش جامد، فدي بيديك انطباع سلبي عن الشخص مثلا، او ما جاش في ميعاده، او جاي مبهدل في ملابسه. يعني في بعض الحاجات بتبقى لازم تكون الواحد مهتم بيها بحيث ان هو يبقى هيشتغل في شركه. يعني مثلا من ضمن الحاجات مثلا لما بتقول لحد: ابعت السي في بتاعك واكتب عنوان السي في اكس واي، تمام. فهو بعت لك السي في وما فيش عنوان وما فيش مسج تقول لي ايه ديت، حطيت لي بس الاتاشمنت. ف مش انا مش هحمل السي في وابص فيه، لان ده لما اشتغل في الشركه هيضرني وهيبعت ايميلات غلط، بيبقى فرصته اقل يعني، تمام. ممكن انت تبص على الشهادات تقول له: اشتغل بك، بعمل انترفيو للناس واخد الشهادات ريفت بروفيشنال. طب اشتغل بايديك. لا، انا مش هشتغلش بايديا. امال بتشتغل برجليك ولا هتتعين مدير على الناس؟ ما البيم مانجر لازم، يعني انت مش بيم مانجر، انت بيم سبيشاليست، فلازم تشتغل بايديك. والبيم مانجر لازم يبقى قوي بحيث ان لو في حاجه يقدر يخش يسد فيها الناس. مفيش حاجه اسمها ما بشتغلش بايديا. في حاجات الشهادات مش كل حاجه لازم تبقى عارف، لان في ناس بتبقى عارفه ازاي تدخل الامتحان وتنجح حتى لو ما عارفش البرنامج. يعني على سبيل المثال، ممكن انا مكنش اعرف مثلا برنامج زي المويه، تمام، بس انا عارف ان اوتوديسك فيه حاجات اسمها رود ماب، بتبقى نماذج الامتحانات لما تشتغل عليها كتير تبقى انت كده ضمنت الاسئله اللي هتيجي في الامتحان. فالواحد بيذاكرها ويدخل وينجح وياخد الشهاده وهو مش متقن للبرنامج، مستواه مش حلو. فاللي بيثبت الانترفيو واللي هو الحاجات دي كلها. وفي حاجات بتبقى مهمه جدا زي التعامل، تمام. لو انت اثبتت نفسك في شركتك والتعامل كان كويس وحلو مع الزمايل، هتلاقي كل واحد فيهم بيروح شركه هيتصل بيك ويقول لك تعالى. لو انت في مشاكل هتلاقي مفيش حد يتصل بيك سريعا كده. كان مهندس معايا كان كل اسبوع مثلا يعمل انترفيو او اتنين او تلاتة في كذا شركة، وقال لي: عمر، انا بروح اعمل انترفيوهات والناس تقول لي: ما شاء الله، طب عايز كام كذا، طب احنا موافقين، هتيجي تستلم الشغل من امتى، طب هنبعت لك العقد. اخرج محدش بيعبر، يعني عدينا كل المراحل والشهادات والبرامج والسوفت وير والحاجات دي كلها. في سر في الموضوع انا مش عارف. طيب انا ما قلتلوش على السر دوت، بس هو السر كان ان هو في سوق تعامل طفيف يعني مع المهندسات. فمثلا في نظرة غلط، او في
كلام ما عجبهمش، فتعلم عليه اكس في الشركة اللي احنا شغالين فيها، وهم المهندسات عارفين بعض، فكل ما يروح شركة ده فلان سمعته سابقاه، فاول ما يخلص انترفيو فالمهندسات تقول لهم لا ده معلش ما يجيش، لان هو لو جه احنا هنضطر ان احنا نسيب الشركة لان تعامله وحش مع الجنس اللطيف او المهندسين. فده كان شيء هو مش واخد باله منه، بس هو تعاملك مع في الشركه والطباع اللي بتسمع الناس هو ده اللي بيبقى سيء. في واحد مثلا راح شركه وقال لي طيب تعالى وبتاع، فبقول له طب ايه رايك فلان؟ لا فلان ده ما ينفعش يجي يشتغل معاه في الشركه، لان هو بيبلبك كتير في الكلام، بيعارك كتير، كل ما اقول له حاجه لا ده لا ما ينفعش، ده ينفع لا، فضيع نفسه فرصه بسبب ان هو بيعارض في غير موضع المعارضة، او بيعارض لمجرد المعارضة، او من النوع اللي هو ايه لازم يعارض كتير، مش بيعارض فقط لما يلاقي حاجة غلط. فيعني دي بعض الحاجات بتوضح، لان اي حد بعت سي في في شركة فلان انا عارف الناس اللي شغال في الشركة ديت، بتصل بيهم قالوا فلان ده ايه رأيك فيه شغال كويس ولا لا؟ طيب يعني طبعا مش بتصل بالشركة اللي هو شغال فيها دلوقتي، اللي كان شغال فيها قبل الشركة اللي شغال فيها دلوقتي، وبيبقى عارفين بعض بالتليفون، بنعرف الراجل ده اشتغل والراجل ده هل هو قد الشغلانه بتاعته ولا لأ، ولا يعني في حاجات المقصود ان انت طول ما انت في حياتك سواء في الشغل او بره الشغل حاول تكون انسان موضوع ثقه، انسان بيعمل الحاجه اللي عليه. نرجع لموضوع البيم، لازم تبقى فاهم فكره البيم، هحط لك فيديوهات تحت الفيديو دوت تقدر تبص عليه تفهم فكره البيم ايه. حاول تبقى تاخد وقت في ان انت تختار البرنامج اللي انت تتعلمه واللي هو هيفيد لك للسي في. يعني لو واحد مثلا انشائي وبعت لي ان هو بيعرف برامج معماري، طب ما دي مش هتبقى حلوه، او عارف تلات اربع حاجات انا محتاج حاجه واحده منهم بس. يعني لو هو مثلا بيعرف 3 دي ماكس ومايا وبلندر وسينما 4 دي، طب انا في الشركه بتاعتي انا شغال في واحده فيهم بس. طب ما لو هو كان يعرف مثلا 3 دي ماكس ويعرف مثلا حاجه في السستينابيلتي، يعرف حاجه مثلا في النفس وركس. فانا قصدي ان انت تبقى ذكي وما تحاولش تجمع برامج قد ما تحاول ان انت تتقن اللي انت عارفه. ممكن برنامج واحد عارفه باتقان احسن ما انا اكون مشتت نفسي في 600 حاجه. الشهادات حسب ما انت ناوي تخصص ايه، لو انت ناوي ان انت تدرس تبقى تدرس وتبقى دكتور في الجامعه، في لازم تبقى محضر دكتوراه ولازم تكون درست في جامعه من ضمن افضل 100 جامعه في بريطانيا. لو انت مثلا ناوي ان انت تدي محاضرات في حاجه معينه لازم تبقى الحاجه دي معاك الشهادات بتاعتها. لو انت ناوي ان انت تبقى بيم مانجر فلازم اشوف ايه الشهادات بتاعت البيم مانجر وادوس فيها. وش الغرض الشهاده؟ الغرض المعرفه. يعني كذا مره مثلا تكون شهاده غاليه فاتفق مع حد يكون خد شهاده، طب انا ممكن نتفق ان انا هاخد المنهج اذاكره ومش عايز الشهاده، انا الشهاده ما تفرقش معايا، انا اللي فرق معايا العلم ده ابقى اتعلمته، العلم في الراس مش في الكراس، كانوا بيقولوا لنا كده زمان. تمام، أتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط، وشكرا لكم.